الجامعة على مستوى الجامعة يعني والكلية بصفة خاصة أجروا الإعداد يعني والتحضير لموضوع الانتخابات ده من الأسبوع اللي فات بالتعاون بين إدارة رعاية الشباب الكلية وإدارة الكلية مختلفة أكثر. المشكلة طبعا أنت علشان تحضري الموضوع الواقع بيبقى موضوع تاني. فبنيجي النهاردة الساعة 7 الصبح بنعمل محاضر لفتح الصندوق، بيحضر منه عضو رئيس لكل لجنة بكل فرقة وعضو قانوني ورئيس رعاية الشباب وطلاب كمراقبين يعني، وبنبتدي نشوف الإقبال. هو بصراحة الإقبال في سنة تانية كان أكبر إقبال، يعني لو حضرتك بصيتي في اللجان كلها هتلاقي إن الصندوق ده أكبر صندوق، بس يمكن لأن سنة تانية لسه شوية الامتحانات بتاعتهم متأخرة شوية عن بقية اللجان، ف يعني موضوع الامتحانات مش مؤثر معاهم أوي. بس مفيش أي مناوشات حصلت في اللجنة هنا الحمد لله، والطلبة حتى المرشحين نفسهم للانتخابات مش عاملين أي إزعاج بره يعني. فأنا شايف إن السير العملية الانتخابية ماشية بشكل كويس. لا هي الدعاية في الكلية النمطية لأن هي غير ممولة، فالطلبة بتعمل دعاية بنفسها عن طريق إن هم يكونوا ليهم نشاط سابق في الاتحاد، أو لو في هم أعضاء في الاتحاد القديم يعني، أو لو هم مش أعضاء في الاتحاد القديم فبيكونوا من خلال نشاطهم جوه الأسر أو خدمات طلابية، فده اللي بيعرفهم بالطلبة. يعني أنا كطالب برشح نفسي بالنيابة عن فرقة، فلازم أكون بخدم الفرقة دي علشان ألاقي مرشحين زملاء ليا يدعمونا من خلال الطلاب. كنت لقيت فعلا ان في جو انتخابات فقلت انزل اشارك زمايلي اللي معايا في الدفعه، برضه ان انا عارفاهم يعني اللي انتخبتهم وعشرتهم كده، وعارفه ان هم ناس كويسه ومجتهدين، وان احنا لو في اي مشكله هم يقدروا ان هم يساعدونا فيها، فعشان كده احنا اخترناهم. احساس جميل اول مره انتخب، وان شاء الله يكونوا كويسين كلهم.